مشاهدينا الكرام، صباح الخير على حضراتكم. يا رب يبقى يوم سعيد. النهارده طبعا اجازه لناس كتير بمناسبه ذكرى 25 يناير، عيد الشرطه. عيد الشرطه اللي دايما ولادنا وابنائنا واخواتنا بيثبتوا ان هم قادرين على حمايه هذا الوطن. عيد الشرطه بمناسبه عام زي ما حضراتكم عارفين 25 يناير 1952 هو عيد الشرطه اللي اثبت فيه رجال الشرطة ان هم قادرين على حماية هذا الوطن. الحقيقة الاحتفالية امبارح كمان وضحت كتير قوي من الجهود اللي يمكن ما كناش عارفينها، والارقام والتفاصيل والحكايات اللي اثبتت ان الشرطة اتحملت الحقيقة يعني حاجات كتير قوي علشان نقدر ان احنا نوصل للامن والامان اللي احنا فيه النهارده. حضراتكم الزمن مش بعيد، احنا يعني كنا من حوالي 10 سنين او اكتر ما كانش حد ممكن يعرف يمشي في الشارع، كنا ما كناش حاسين بالامن والامان. احنا وصلنا لدرجه كانت صعبه، لكن بجهود رجال الشرطه ورجال القوات المسلحه قدرت مصر انها ترجع لامانها مره تانيه، قدرت انها تقف على رجليها مرة تانية، لأنها فعلا مسنودة على رجالة بجد وقادرين إن هم يعملوا ده ويحققوا أمن وأمان مصر. كل سنة كل رجال الشرطة طيبين، عيد سعيد عليهم يا رب، كل التوفيق، ومنتظرين كمان منهم الكتير والكتير علشان مصر تقدر إنها تتقدم. خلونا أقول لحضراتكم بقى إن احنا وصلنا لفقرتنا الإخبارية اللي بنناقش فيها أهم الأخبار والمقالات والحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. شرفنا ومنورنا النهاردة الكاتب الصحفي الأستاذ رضا المسلم. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا استاذ فادي. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. زي ما بدات وقلت كل سنه ورجال الشرطه بخير. اكيد حضراتكم امبارح تابعتوا الاحتفاليه الخاصه بعيد الشرطه، والحقيقه كانت احتفاليه حلوه جدا ومبهره جدا، وكلنا قعدنا تشدينا لما تم تقديمه. لكن كمان كان في حوار هام لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي عن احتياجات الدوله الدولاريه، وقال ان النهارده محطات الكهرباء بتاخد غاز بيساوي حوالي مليار دولار شهريا، مليارات دولار مش هقدر ان احنا يعني يتم توفيرهم او ان انا مثلا ما اعملهمش لانهم حاجات اساسيه. هو الحقيقه كان بيتكلم ان هو مش داخل في نقاش، وان هو بس بيحاول يشرح حجم التحدي اللي مصر عايشاه من قبل 2011، وقال ان الارقام دي ما كانتش الدوله المصريه بتشتغل على زياده موارد الدولار او تكون اكتر او تساوي حجم الانفاق اللي الدوله بتنفقه، لان اللي بيجي من بيع منتجات او التصدير او حتى قناه السويس او السياحه لو ما حققش المعادله دي بيبقى طبعا في مشكله. هو ده الحكايه اللي بيتكلم عنها سيادته، واللي عامله يعني الازمه اللي مصر بتعيش فيها في ظل طبعا الازمه العالميه. في كلمة الرئيس كمان في احتفالية عيد الشرطة الـ 72 وجه رسالة للشعب المصري، وقال إن مصر أمانة يا مصريين، وإن كل حاجة بتهون إلا طبعا البلد. يعني ممكن مش ناكل مش نشرب، أو إن الحاجة غالية، أو إن الحاجة مش متوفرة، بس ربنا بيدينا مثال دلوقتي وضرب مثال لأهالينا في قطاع غزة، إن محدش عارف يدخل لها الحاجات الأساسية، ويمكن ضرب مثال قال شوية القمح والدقيق والزيت علشان لقمة عيش يقدروا إن هم ياكلوها. إحنا يعني كنا بندخل يعني سيادته ضرب مثال وقال إن إحنا كنا بندخل لقطاع غزة حوالي 600 شاحنة يوميا، النهاردة يمكن محدش قادر ان هو يوصل في اعلى تقدير ل من 200 ل 220 شاحنه في اليوم، والناس دي طبعا ما هياش قادره تعيش بالشكل ده. الحقيقه كان في كلام كتير لسياده الرئيس يعني امبارح، وكانت في رسائل هامه، بس حابه اخد تعليق حضرتك على يعني الاحتفال طبعا، وعايزه كمان بقى كيفيه متابعه رسائل السيد رئيس الجمهوريه خلال احتفاليه عيد الشرطه امبارح. هو في البدايه بس طبعا لازم نقدم التهنئه لرجال الشرطه البواسل اللي بيقدموا ارواحهم وبيقدموا تضحيات كتير للحفاظ على امن واستقرار مصر، يعني قدموا وما زالوا بيقدموا وهيواصلوا العطاء يعني للحفاظ على امن واستقرار مصر. طبعا كلمه السيد الرئيس امبارح كان فيها رسائل كتير جدا للشعب المصري، يعني في الحقيقه دي كلمه مصارحه للشعب المصري والمواطنين بحجم الاعباء اللي بتمر بها مصر. احنا في الفتره اللي قبل 2020 قبل كورونا يعني مصر كانت
اتبعت برنامج اقتصادي واصلاح اقتصادي، وحققنا نجاحات كبيره جدا. يعني حققنا معدلات نمو عاليه جدا، خمسه ما بين 5 و6%. يعني مشينا في طريق اصلاح اقتصادي وحققنا انجازات كتير فيه. جت جائحه كورونا، جاء بعدها الحرب الاوكرانيه، متغيرات عالميه كتير اثرت. يعني لولا الاصلاح الاقتصادي اللي تم قبل جائحه كورونا ما كناش قدرنا نتصدى او يعني نتحمل صدمه الاحداث والمتغيرات الدوليه دي. صحيح. طيب طبعا الاحداث دي اثرت على العالم كله مش مصر بس. يعني احنا الازمات الاقتصاديه زي ما قال الرئيس في خطابه امبارح، طبعا ازمه الدولار، يعني الدولار ده احنا حجم استيرادنا طبعا يفوق ال 8 مليار دولار سنويا، فمحتاج ان انا اوفر الدولار للمستورد عشان يجيب مستلزمات انتاج، عشان اجيب ادويه، اجيب اجهزه. يعني الدولار يعني هو ما زال المهيمن على الاقتصاد في معظم دول العالم مش مصر بس. صحيح. طيب انا الحصيله الدولاريه في مصر تاثرت كتير جدا في السنوات اللي فاتت. طبعا المتغيرات العالميه، طبعا شفنا الحرب الاوكرانيه وجائحه كورونا اثرت على سلاسل الامداد، شفنا رسوم الشحن زادت، شفنا متغيرات في اقتصاديات عالميه متقدمه تاثرت بالاحداث دي. فالسبب الاول في الازمه اللي احنا فيها وخصوصا ازمه الدولار المتغيرات العالميه اللي حصلت بعد جائحه كورونا وما تلاها من الحرب الاوكرانيه، وبعد كده الاحداث غزه والحرب الصهيونيه على اشقائنا في غزه. طيب السيد الرئيس قال ان احنا يعني طبعا شرح التحديات ووجه رساله مهمه للمواطن المصري، ان المواطن المصري هو البطل، هو اللي تحمل عبء رفع الاسعار. اذا كنا بنقول الشرطه المصريه لها دور في حمايه الجبهه الداخليه، فالمواطن المصري مدرك وواعي لده، يعني في يعني مدرك لاهميه التحديات وتحمل رفع الاسعار في المرحله الماضيه دي كلها. ليه؟ لانه مدرك ان المتغيرات العالميه دي هي السبب. الحكومه قامت بدور وجهد كبير جدا. يعني البعض بيقول الرقابه في الاسواق ضعيفه، بيقول في بعض الاسباب الداخليه ضعيفه، لكن الشعب المصري مدرك جدا ان في متغيرات عالميه، في تحديات كتير عالميه هي السبب في الازمه اللي احنا فيها. طيب ازمه الدولار، احنا يمكن مصر بتحتاج سنويا حصيله دولاريه اكتر من 100 مليار دولار في السنه. دي بتيجي منين؟ يعني بتيجي من قناه السويس، من السياحه، من الاستثمار، من التصدير، دي كلها عائدات دولاريه لمصر. طب ما لو شفنا كده الاحداث، طبعا يعني المتغيرات الجيوسياسيه على مستوى العالم كله ازاي دي اثرت علينا. السياحه طبعا دخلها تراجع بعد المتغيرات. احنا مصر عايشه في وسط كتلة، كمان السياحه كتلة كمان تحديدا من 2011 واحنا بنعاني، يعني طبعاً هبوط وصعود نتيجه لما يحدث من احداث. يمكن كمان خليني بس علشان احنا في نفس السياق، امبارح كان الرئيس عبد الفتاح السيسي كمان يتحدث عن اولويات الدوله المصريه في ظل ما مرت به من تطورات من عام 2011 والازمات المتتاليه طبعا المتعاقبه اللي اثرت على مصر. يمكن احنا يعني لو بنتكلم عن ايه اللي حصل في مصر، لا يبقى لازم نرجع ل 2011. كان بعد الاحتفاليه في لقاء مع عدد من المسؤولين والاعلاميين امبارح على هامش الاحتفالات زي ما قلت لحضراتكم بالذكرى ال 72 لعيد الشرطه. رئيس السيسي قال ان الدوله انفقت 120 مليار جنيه على مكافحه الارهاب عشان نقدر ان احنا نحقق استقرار وتنميه في الدوله المصريه. قال كمان ان الازمه العالميه اثرت سلبا على مصر ودول العالم وسببت ارتفاع الاسعار خاصه فيما يتعلق بسلاسل الامداد. سيادته كمان أكد إن احنا محتاجين نحافظ على ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، وقال بالتحديد إن ما تم إنجازه لا يمكن التفريط فيه، وقال إن مواردنا محدودة جدا وإن هي يعني غير كافية إنها بتكفي كل حاجة، وإن الحل في زيادة معدلات التصدير، مساهمة الصناعة في ده علشان نقدر ان احنا نتغلب على مشكلة ارتفاع سعر الدولار. سيادته كمان اشار لاننا كنا بنستهدف ان احنا نرفع معدل التصدير ل 100 مليار دولار، لكن ده للأسف ما حصلش بسبب الضغط على فاتورة الاستيراد من الخارج. وقال ان احنا من عام 2011 وحتى الآن، وده طبعا بيكرره دايما سيادة الرئيس، فكرة الزيادة السكانية، احنا زدنا حوالي 26 مليون نسمة. كل الزيادة السكانية دي ليها متطلبات ضرورية، ليها عايزة تعليم، صحة، سلع، كل ده نتيجة ليه ان احنا يعني 26 مليون عايزين يعني انفاق كبير. طبعا حجم الدعم في الموازنة العامة للدولة يفوق ال 320 330 مليار جنيه. الدعم ده
ما هو رايح ان انا بشتري قمح عشان الخبز، بشتري ادويه، يعني حجم الدعم اللي بيقدم المواطن المصري 320 مليار جنيه سنويا. صحيح صحيح. فالاعباء كتير والانفاق برضه معدل الانفاق كتير. ما هي الازمه جايه ان انا المصروفات، بس علشان الناس لما يعني برضه علشان يعني الحقيقه، ودي كانت يعني واضحه جدا عند سياده الرئيس، هو قال ان المصريين اتحملوا وان هم ما زالوا بيتحملوا وان هم عندهم قدر من الوعي وان هم يقدروا ان هم يعرفوا الظروف كويس، لكن هو كمان كان بيبقى محتاج يوضح مجموعه من الامور. يعني هو لما بيقول ان احنا من 2011 صرفنا 120 مليار جنيه على مكافحه الارهاب، ما هم دول كانوا لازم يتصرفوا لان احنا يعني لا، ما انا هفكر الناس بعد 2011 احنا وضعنا الامني كان ايه، ويمكن امبارح الفيديوهات والافلام التسجيليه اللي تم عرضها في الاحتفاليه قالت اقتحام سجون وقالت خروج المساجين وعمل بؤر بقى اجراميه انتشرت في كل محافظات مصر، اتكلم الاليوبيه للمنزله، يعني جهود كبيره في فكره انفاق ال 120 مليار جنيه وسينا. هو طبعا مش ال 120 مليار، يعني دي ارقام طبعا الرئيس قالها للشعب المصري، يعني في ارقام تانية كتير انفقت على بنيه تحتيه، على مشروعات، على صحيح. انجازات كتير. ما هو ده كله كان ضروره في المرحله اللي فاتت دي. ليه؟ لان انا عايز اجذب استثمار، انا عايز يعني زي ما قال ازمه الدولار، ما ازمه الدولار ان انا عايز اعمل استثمار في مصر، عايز اعمل تصدير، يعني استثمر وانتج واصدر. صحيح. فلازم ما فيش استثمار هيجي لي الا اذا كان في بنيه تحتيه جيده. المستثمر دلوقتي عشان يجي مصر، يعني انا بعيش منافسه في دول مجاوره، لازم اوفر له وسائل الراحه، طرق، مواصلات، ازاي انقل سلعتي، ازاي ادي له حوافز، ده كله الدوله انفقت المرحله اللي فاتت عشان تعمل بنيه قويه عشان تجذب الاستثمارات. احنا مواردنا من النقد الاجنبي طبعا تاثرت كتير، احنا في تحولات المصرف في الخارج صحيح تراجعت بنسبه كبيره، قناه السويس وبنشوف اللي بيحصل في البحر الاحمر، ما هو ده طبعا يعني تاثيره هيكون سلبي على ايرادات قناه السويس. بالزبط. فايراداتنا من العمله الاجنبيه اكيد تاثرت، لكن الحل ايه؟ يعني احنا في وسط ده كله تراجع العمله الاجنبيه بنقول ان احنا في مبادره ان انا عايز ازود صادراتي ل 100 مليار دولار، وفي وثيقه التوجهات الاقتصاديه اللي اطلقها مجلس الوزراء من ايام، يعني بتقول ان انا عايز اعمل استثمارات مثلا اجيب حصيله دولاريه من 24 ل 20 30 اجيب 300، يبقى حصيله النقد الاجنبي 300 مليار دولار. ده كله يجي ازاي؟ بالانتاج والاستثمار وتشجيع الانتاج المحلي. طب ما انا عشان اشجع الانتاج المحلي لازم اديله حوافز، لازم اديله مزايا عشان اقدر اصدر واحقق الارقام اللي انا عايزها. يعني انا عايز 100 مليار، واحنا مصر على فكره فيها امكانيات كبيره جدا وفيها انتاج كتير جدا، يعني احنا بنتقدم دول العالم في الصادرات الزراعيه، بنصدر يعني اسمده، بنصدر اجهزه برضو، يعني مصر فيها امكانيات ان انا احقق المبادره اللي هي 100 مليار دولار حجم صادرات مصريه. ويمكن على الجانب الموازي كمان ان انا بعمل على ترشيد فاتوره الاستيراد. انا عندي الاستيراد فيه بنود كتير جدا، يعني زي ما بنطلق عليها كده بنود ترفيهيه او سلع ترفيهيه. الفتره اللي فاتت حققت فيها تقدم كبير جدا، يعني انا يعني رشدت استيرادي في سلع، يعني مثلا حاجه زي مش رمضان قل استيراده، الفوانيس، الحاجات دي، الاكل القطط والكلاب اللي هو عليه، يعني الفاتوره دي كلها تراجعت. استيرادي كان 86 مليار دولار سنويا، تراجع بنسبه كبيره. يعني احنا محتاجين يمكن فانا بقلل الفجوه ما بين الصادرات وما بين الواردات. هو سيادته لما اتكلم عن فكره ان انا لازم هزود فكره معدلات التصدير، ده اكيد كان يعني وهو قال دوت ان هو كان بيتكلم عن الصناعه، اللي هو في فكرة توطين الصناعة، ومش الصناعة لا، الاعتماد على المكون المحلي مش المكون، لأن ممكن يبقى عندي صناعة بس بجيب كل مكوناتها من بره. وده بياخدنا لحاجة تانية يا أستاذة فاتن مهمة. اتفضل. تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أمال المكون المحلي اللي أنا بستورده، أنا عندي ورش وعندي يعني مشروعات صغيرة في مصر، في مناطق في مصر يعني إنتاجها بيغزو العالم وإحنا مش عارفين. وده اللي بنقول عليه الاقتصاد الموازي. الاقتصاد الموازي او الاقتصاد الغير رسمي. الاقتصاد الموازي. يمكن الدوله دلوقتي برضه بتقدم له حوافز عشان اجذبه. الاقتصاد الموازي ده والورش الصغيره دي بتعمل مستلزمات انتاج انا محتاجها في المصانع الكبيره. محتاجه، يعني انا مثلا لما اروح قرى في مصر منتجه لسجاد، منتجه لحاجات صغيره جدا بتحتاجها المصانع الكبيره اللي هي اصدر بيها للخارج. يعني ده يعني لازم المعادله، المشروعات الصغيره دي لازم اشوف وسيله ان انا اجذبها للاقتصاد الرسمي، بحيث ان ده هيساعد استغنى عن الاستيراد المكون المحلي. يعني ما استوردش مكونات او مستلزمات انتاج من الخارج، وده كله هيوفر في فاتوره الاستيراد.
بالتالي يعني تحقيق المبادره اللي هي 100 مليار دولار تصدير، ده محتاج يعني خطه. الخطه دي فيها حاجات كتير جدا، فيها اولا ازاي ارشد انفاقي، ازاي ان انا الانفاق الحكومي برضو لازم يعني اي جهه حكوميه ما ناخد الانتاج، لو في منتج محلي عندي ما استوردوش، استورده ليه؟ باخد المنتج المحلي بتاعي. المشروعات الصغيره لازم اجذبها للاقتصاد الموازي. مستلزمات الانتاج، ما انا اعمل مجمعات صناعيه متخصصه في المكون المحلي ده، او الحاجات الصغيره دي اللي هي داخله في صناعات كبيره، اعمل مجمعات صناعيه. واحنا ماشيين في ده بدانا نشوف مدن صناعيه متخصصه، بنشوف مدينه الاساس، مدينه الروبيكي، مدن صناعيه متخصصه. ده كله بيساهم ان انا بشجع الانتاج المحلي، وبالتالي وجود سلع مصريه اقدر اصدرها واجذب عمله اجنبيه لمصر، وخصوصا الدولار. صحيح. خلينا كمان لان احنا لسه ما زلنا مع احتفال او الاحتفاليه بعيد الشرطه، لان امبارح كمان كان في كلمه للواء محمود توفيق وزير الداخليه القاها في امبارح في الاحتفاليه بعيد الشرطه ال 72، وقال ان اجهزه الوزاره قدرت انها تحقق الى جانب رفقاء الضرب بقواتنا المسلحه نجاحات مؤكده في مواجهه الارهاب وتقويض نشاطه وتفكيك هياكله وتكثيف منابع تمويله، واكد ان الارهاب سيظل خطرا قائما بيستوجب استمرار اليقظه الامنيه، وده طبعا في ضوء محاولات التنظيمات الارهابيه استغلال تراجع الاوضاع الامنيه في المنطقه واعاده التمركز وتكوين بؤر جديده تتخذها كنقطة انطلاق علشان تتمدد وتستعيد قدراتها، وتنشط التنظيمات دي استغلال مواقع التواصل الاجتماعي علشان تستقطب الشباب وتدربه افتراضيا وبتدفعه للقيام بأعمال عنف بتستهدف مقدرات البلاد. اللواء محمود توفيق كمان كشف ان الجهود الامنيه نجحت خلال العام الماضي في اجهاض 129 محاوله لتكوين بؤر ارهابيه واتخاذ الاجراءات القانونيه تجاه عدد من الكيانات التجاريه يمكن تم تقدير قيمتها السوقيه بحوالي 3.6 من 10 مليار جنيه لتورطها في تقديم الدعم المالي لتنظيم الاخوان الارهابي. قال كمان ان الوزارة بتحرص على تكثيف برامج التوعية باساليب حروب الجيلين الرابع والخامس، انها تفند الاكاذيب، بيتم تبصير الرأي العام بالحقائق، وان هم بيدوا معلومات كتيرة للناس علشان يقدروا يواجهوا ما يحدث. حقيقة كلمة وزير الداخلية يعني استاذ رضا الحقيقة مهمة جدا، لانه قال نقط هامة. احنا بنتكلم ان احنا ما فيش حاجة اسمها القضاء نهائيا على الارهاب، لان انت بتقضي عليه بصورة معينة بيظهر لك بصور اخرى واساليب اخرى، وده الحقيقة اللي اشار ليه وزير الداخلية. فكرة بقى كمان اللي احنا عايز ارجع بالناس كمان لبعد 2011، احنا كنا دايما بنقول ايه، احنا عايزين ضربات استباقية، كلمة الضربات الاستباقية للتنظيمات اللي هو يعني نقفلها من بدايتها من قبل منابع. ما تبدأ المنابع، وده اللي يمكن قاله وزير الداخلية لما كان بيتكلم على ان احنا قدرنا ان احنا يعني نمنع تمركز وظهور بؤر ارهابية جديدة، وإجهاض 129 محاولة إرهابية. بالظبط. يمكن أهم نقطة في كلمة وزير الداخلية موضوع التوعية. احنا الإرهاب إذا كان في الفترة من بعد 2011 أخذ صور وأسلوب، يعني إرهاب ظهر قدامنا هجوم حاجات زي كده، لا ده احنا في المرحلة دي الإرهاب أخذ أساليب تانية اللي هي بنقول عليها حروب الجيل الرابع والخامس. يمكن دي قالها وزير الداخلية في كلمته. الحروب دي بتحاول تنشر فوضى، تنشر أكاذيب، ويمكن مجلس الوزراء في مركز دعم لاتخاذ القرار بيقوم بدور في يعني انه يفند هذه الاكاذيب والشائعات ويرد عليها. انا اعتقد ان هي حروب الجيل الرابع والخامس من الموضوعات المهمه جدا، لازم اعمل توعيه للمجتمع المصري بيها، ان انا ما فيش اي حد يجي يقول اي حاجه واصدقها وامشي وراها واروج ليها. هي هو ده نوع من الارهاب برضو. احنا مصر دوله مستهدفه، احنا حوالينا زي ما بقول لحضرتك معظم حدودنا كتل من اللهب. يعني انا عايزه كمان شبابنا يلاحظوا، لان احنا اتلعبت اللعبه دي قبل كده، فكره الصفحات اللي هي صفحات اللي هي بتاعه التسليه وصفحات الرياضه وصفحات اللي يعني اللي هي الوسائل اللي موجوده في وسائل التواصل الاجتماعي اللي تروح جايه، ممكن يبقى الخبر ملوش علاقه بالرياضه خالص، بس بتروح حاطه كده يعني كلمه معلومه تبدا انها تغذي فكر متطرف للشباب، وهو ده اللي لازم ان احنا ناخد بالنا منه، وهو ده الارهاب. يعني حضرتك لو شفت الكلمه يعني الكيانات اللي هي
استاذ الوزير بيقول احنا 3 او 6 مليار جنيه، يعني القناه دي بتمول وبتصرف كتير جدا طبعًا. على مثل هذه الاساليب يعني بتروج تستغل مثلا الشباب طبعا الرياضه والفن والحاجات دي كلها طبعا قوه ناعمه والشباب منجذب ليها، فبتحاول تبص حاجات يعني بتخلي الشباب مثلا ينساق وراء هذه الكلمات. احنا يعني في دور مهم جدا للثقافه المصريه، وطبعا هنتكلم عليها لما يجي دور معرض الكتاب. يعني الثقافه والرياضه من القوى الناعمه اللي بتجذب فئات كثيره من المجتمع. هو فكره الحلول الامنيه لوحدها مش كفايه. يعني الحل الامني او ان يبقى يعني الداخليه بتقوم بدورها، بس كمان لازم يبقى في تكاتف بقى، وزاره اوقاف زي ما حضرتك بتقول، وزاره الثقافه والرياضه، التضامن الاجتماعي، الجامعات، الجهات دي كلها يعني معنيه بالامر. من خلال ندوات توعيه، من خلال الائمه في المحافظات، التضامن الاجتماعي برضو، يمكن في فئات كتيره من خلال جمعيات اهليه، مجتمع مدني، ده كله لازم يتعاون. لعبت اللعبه دي برضو في قبل 2011 وبعد 2011 فكره الجمعيات ده حقيقي. ده كله لازم يتعاون ان احنا نعمل حملات توعيه لشبابنا ضد هذه المخططات. يعني الحرب القادمه ضد مصر حرب جيل رابع. صحيح. اساليب مختلفه عن قبل كده يعني. صحيح صحيح. طب خلونا كمان نروح لمحافظة شمال سيناء، لأن دكتور محمد عبد الله الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء استقبل بالأمس وزيرة دفاع هولندا والوفد المرافق ليها في مطار العريش الدولي، وده كان خلال زيارتها لمحافظة شمال سيناء، وكان في استعراض من المحافظ للجهود اللي بتبذلها مصر في استقبال المساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية، وإنها توصلها لقطاع غزة عبر بوابة معبر رفح البري بشمال سيناء. وأشار المحافظ أن المساعدات بتصل لمحافظة شمال سيناء من خلال ثلاث مسارات: الطريق البري ومن العريش البحري ومطار العريش الدولي، اللي استقبلت المحافظة آلاف من أطنان المساعدات المتنوعة المقدمة سواء من مصر أو من الدول العربية والدول الأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية. وزير دفاع هولندا أعربت عن تقديرها للدور اللي بتقوم به مصر في استقرار منطقة الشرق الأوسط والعمل على احتواء الموقف في قطاع غزة، وده طبعا بالتعاون مع جميع الأطراف، وأكدت حرص بلادها على تعزيز العلاقات المشتركة من الجانب المصري. امبارح الرئيس قال إن معبر رفح مفتوح 24 ساعة، وإن احنا ما عندناش أدنى مشكلة إن ندخل مشكلة في الجانب الآخر، لأن كان في ادعاءات ان مصر قافله او ما بتدخلش، يعني الاكاذيب اللي احنا بنسمعها كالعاده. الخبر ده بيأكد بقى على ارض الواقع وامام العالم كله. جت وزيره الدفاع بتاعه هولندا، اتفضلي احنا موجودين وبندخل مساعدات. احنا طبعا مصر بتستقبل دوريا وفود عالميه ومسؤولين عالميين، ومنهم اللي بيروح رفح ويشوف الواقع اللي موجود هناك. يمكن الرئيس في كلمته قال ان احنا كنا في 600 شاحنه بتدخل، دلوقتي حاليا بيدخل من 200 ل 220 شاحنه فقط، فده كله للمعوقات اللي بتحطها اسرائيل لدخول هذه الشاحنات الى غزه. صحيح. فيعني دي اكاذيب بتروجها اسرائيل عشان يعني تبعد التهمه عنها، وفي محكمه العدل الدوليه الموضوع تهمه الاباده الجماعيه، فاسرائيل بتردد مثل هذه الاكاذيب عشان تلقي بالعبء على الجانب المصري. صحيح. لكن مصر دورها معروف، وفي القضية الفلسطينية موقفها واضح للجميع، والعالم كله بيقدر الدور المصري في أحداث غزة. صحيح صحيح. انا بس علشان وقتي، بس انا عايزه اخد ان احنا امبارح كان عندنا افتتاح معرض الكتاب بقى يعني سريعا. امبارح تم افتتاحه شخصيه العام الدكتور سليم حسن، هو ده شخصيه المعرض، اسم الكاتب يعقوب الشاروني، شخصيه معرض كتاب الطفل دورة الجديده، زي يعني يمكن حضراتكم تابعتوا الاخبار، بس يعني ايه احنا عايزين بقى نقول للناس لا خدوا اولادكم وانزلوا روحوا معرض الكتاب فتره، ان احنا كمان في اجازه نص السنه يا استاذ رضا. طبعا، والدولة موفرة يعني مزايا كتير، ويعني وسائل نقل للمعرض. المعرض السنة دي على فكرة يعني رغم المتغيرات السياسية والأحداث اللي بيعيشها العالم، 1200 ناشر، ده زيادة عن العام الماضي كتير. صحيح. صحيح. ضيف شرف المعرض النرويج، دولة أوروبية طبعا. شخصية المعرض زي ما حضرتك قلت الدكتور سليم حسن، شخصية تاريخية ليه موسوعاته التاريخية، الأستاذ يعقوب الشاروني كاتب الأطفال. المعرض السنه دي في حاجه جديده برضو، ان انا بعمل مؤتمرات اليوم الواحد.
يعني دي حاجه جديده عن الدورات السابقه، يعني ان انا بعمل مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي. ده مجال جديد ان انا عايز برضو اجذب الشباب. صحيح. في فعاليات فنيه، في فعاليات اجتماعيه كتير جدا، في ندوات، في لقاءات مع شخصيات عامه، فنانين. فالمعرض يعني احنا زي ما حضرتك قلتي بندعو الشباب انه لازم يروح. الدوله بتسخر امكانات كبيره لنجاح المعرض، فلازم الشباب يروح ويشوف. صحيح صحيح. يعني انا بشكر حضرتك جدا، الكاتب الصحفي الاستاذ رضا المسلمي، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا يا فندم. وعشان احنا ختمنا بمعرض الكتاب الحقيقه، ودعوه بقى ان احنا نروح وننزل وناخد ولادنا ونتفرج على الكتب ونحاول ان احنا ننمي ثقافه القراءه. المعرض معمول بشكل منظم جدا، واحنا هنتابع مع حضراتكم كتير من التفاصيل والتقارير من خلال قناه صدى البلد. وهسيبكم دلوقتي كمان مع تقرير عن افتتاح الدوره 55 من معرض الكتاب الدولي، نشوف ايه الاخبار هناك. وزي ما قلت لحضراتكم يا ريت ننزل ونزور معرض الكتاب، يبقى فيه فرصه حقيقه لاستعاده كده الافكار والنقاش من خلال الندوات اللي موجوده. بشكر حضراتكم جدا وبسيبكم، اشوفكم ان شاء الله على خير. شكرا ليكم، مكملين بقى مع حضراتكم. صباح الخير.